أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. طيب، بسم الله. هنا قبل أن نحل التدريبات سويا، ما معنى الإعراب يا شباب؟ من يستطيع أن يقول ما معنى الإعراب؟ تفضل برفع، تفضل برفع يده الذي يريد أن يتكلم. خلاص، أسأل أنا. تفضل يا حفصة. الإعراب تغير آخر الاسم أو الفعل أو الحرف. تغيير آخر الاسم أو الفعل أو الحرف، أو تقدير، لفظا أو تقدير. طيب، ممكن تفضل يا عبد الرحمن. الإعراب يعني تغير لا تغيير 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 يا عبد الرحمن. تغيير آخر الكلمة حسب العوامل. تغيير آخر الكلمة حسب العوامل. طيب، زيد لفظا أو تقديرا. من يقول لنا نص التعريف؟ تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها، صح؟ عندكم تعريف آخر رغم اختلاف العوامل؟ تغيير آخر الاسم والفعل المضارع لفظا أو تقديرا بعامل ملفوظ به أو مقدر. هذا كلام صاحب الأزهرية. أستأذن حضرتك في حاجة. تفضلي. نعم، هي حفصة بتقول تغيير آخر الاسم أو الفعل أو الحرف. الحرف ما بيدخلش في العربية. لا، ما سمعت هذا. الحرف لا، ما سمعت هذا. لو قالت هذا خلاص هذا خطأ طبعا. تغيير، ظننتها تقول تغيير آخر الاسم أو الفعل المضارع. أنا عارفة أن حضرتك ما أخذتش بالك بس في الكلام. نعم، لا، الحرف لا طبعا. جزاكم الله خيرا لهذا التنبيه. لا، وإياكم. أيوه. البناء يا عبد الرحمن. عدم تغيير الحركة في الكلمة. أنت تفهم البناء، لكن ما تحفظ التعريف، وهذه مشكلة. الآن لابد لشيء فهمته أن تحفظه حتى يبقى عندك. طيب، علي تستطيع؟ نعم يا أستاذ. تفضل. البناء لزوم آخر الكلمة. لزوم آخر الكلمة حركات لغير عامل. شوف لغير عامل واحدة لغير عامل ولا اعتداد. لا بد أن تحفظوا هذا حفظا طبعا بعد الفهم. نعم، يعني الحفظ ضروري كما قلت لكم يا شباب، ولن يبقى لكم مما فهمتموه إلا ما حفظتموه. كما أثر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال لم يبقى لنا إلا ما حفظناه. أنك ستدرس أشياء كثيرة وتفهم أشياء كثيرة، لكن لن يبقى في ذاكرتك وفي عقلك إلا ما تحفظه. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. طيب، من يساعدني؟ نحن قلنا الاسم يدخل على أنواع من الاسم والباقي معرب. يعني الاسم المبني يكون في أنواع من الاسم، مثل ماذا؟ في أنواع من الاسم مثل الاسم المبهم. الاسم المبهم. الاسم المبني يكون 7 أنواع يا شباب. يا معاد. نعم يا أستاذ. تفضل. 7 أنواع. المعرب. لا، ما يسمى
أحمد عندكم شيء؟ أيوة فندم. الاسم نعم. الموصول، كل الأسماء معربة ما عدا الأسماء الموصولة نعم وأسماء الإشارة نعم والضمائر نعم وقلت إيه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قول لي تاني إيه؟ إيه تاني؟ الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وال كمل. بالفعل طب الفعل أنهي فعل؟ اسم الفعل هذا من الأسماء أيضا، ممكن نسيها. اسم الفعل، اسم الاستفهام، اسم طيب الشرط. تمام. طيب طيب ده بالنسبة للأسماء. طب بالنسبة للفعل، ما الفعل المعرب المبني؟ عفوا، الفعل المبني. أول حاجة إيه؟ المضارع النون. المضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة. وتاني والأمر والماضي. الأمر الماضي. جزاك الله خيرا. ماذا تريدين، ماذا تقولين يا حفصة؟ تفضلي. حفصة، نعم. متى يكون الفعل مبنيا يا حفصة؟ يكون الفعل مبنيا في الفعل الماضي والآن. المضارع متى يكون مبنيا؟ إذا دخلت عليه نون النسوة. إذا دخلن، جميل، إذا دخلت علينا النسوة أو نون التوكيد. ومن التوكيد المباشرة. طيب طيب يا شباب، في التدريبات هنا نقول تخير الإجابة الصحيحة مما يأتي. البناء يدخل كلمات المجموعة. تفضل يا علي. مجموعة أربعة. مجموعة أربعة، الحرف، فعل الماضي، اسم الإشارة. طيب باء يا أحمد، الجملة المشتملة على كلمتين، الأولى منهما اسم معرب والثانية فعل مبني، على الترتيب. معنا يا أحمد؟ تمام. اطلب الأولى المجد وسع إلي. المجد ده اسم معرب ووسع ده فعل مبني. فعلا. طيب اطلب المجد واسع عليه. طيب جيم معاذ، الجملة المتضمنة ثلاث كلمات مبنية. كل عام وانتم بخير. ما الكلمات المبنية هنا؟ كل مبنية، لماذا مبنية؟ ثاني كل الكلمات المبنية غير كل أنتم نعم، وآت. نريد جملة فيها ثلاث كلمات مبنية. ثلاث كلمات مبنية. أكرمت هذا الطالب. أين الثلاث كلمات المبنية؟ أكرمت أكرمت هذا الطالب. لماذا أكرمت مبنية يا معاذ؟ لأنه فعل ماضي. أكرمت مبني لأنه فعل ماضي. طب هذا واحد، أين البقية؟ هذا مبني لماذا؟ لأنه هو لأنه ضمير. هذا ضمير؟ سامحك الله، لا هذا
هذا مبني صحيح لكن ليس ضميرا يا رجل، هذا اسم إشارة. طيب أين الثالث؟ الطالب. لماذا مبني؟ الطالب اسم أو فعل؟ الطالب اسم. طيب لماذا مبني؟ طالب. لا ليس صحيح. على السكو... اسم. لماذا مبني؟ لو قلت اسم مبني سأقول لك هل هو من الأصناف السبعة التي ذكرتها لك ولا لا؟ هل هو من الأصناف السبعة؟ طبعا أنت لا تحفظ الأصناف السبعة، فلذلك ليست إجابتك ها هنا على وجه اليقين، وإنما أنت تقول فإن أصابت فالحمد لله وإلا فلا. لا ما يصلح هذا مع النحو، لأنك مسؤول عن كل قول تقوله. طيب طب نسمع إجابة حفصة ونرى. تفضلي يا حفصة، ما إجابتك؟ أسماء الإشارة. ما سمعنا، ما الإجابة الصحيحة أولا؟ ما النقطة الصحيحة؟ واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ ثلاث كلمات مبنية ب لأنك ما حللت التدريبات، هذه مشكلة. حللت التدريبات التدريبات يا علي، ما النقطة التي اخترتها هنا؟ لقد اخترت النقطة واحد لكنها خطأ، فأظن لو قلنا أن لماذا خطأ؟ لماذا خطأ يا أخي؟ أنت قلت أنه خطأ. أنا قلت خطأ؟ لا ما قلت هذا، لا أنا أسأل بس، إنما أسأل. أنت الآن تقول هنا ثلاث كلمات مبنية، بين لي بس، فإن بين يعني وكانت إجابتك صحيحة قبلت على العين والرأس ونعم عين. أكرمت هذا الطالب في كتاب نشأة النحو، هذا الكتاب الذي أحبه، كتاب يقول إيش من الأشياء التي يعرف بها النحاة، يقول عجبت لنحوي يخطئ. يعني إذا كنت نحويا فغالبا لا يستطيع أن يخطئك أحد، كما قال الشيخ ابن عثيمين مرة وقد أورد المثل المشهور عن النحاة، إن حجج النحاة كأبيات اليرابيع، اليرابيع جمع يربوع، كلما أغلقت عليه منفذا يخرج منه خرج من باب آخر، لا تستطيع أن تخطئ. لو كنت نحويا ما نستطيع أن أخطئك. الآن يا علي لو اخترت الطالب واحد يلا أعطينا الثلاثة. أكرمت مبني لأنه فعل، مبني لأنه فعل ماضي، هذا مبني لأنه اسم إشارة، الطالب طيب أكرمت مبني لأنه فعل ماضي أوافقك، هذا مبني لأنه اسم إشارة. طيب الطالب مبني لماذا؟ لأنه نعم لماذا؟ تستطيع أن تأخذ لأن... خذها. لأن... الطالب ليس لأنه... مبنيا، ليس مبنيا، الطالب ليس مبنيا. طيب يا عبد الرحمن السلام عليكم، ماذا فعلت؟ ماذا اخترتها هنا؟ هذا صوت الطائرة هذا يا أستاذ، صوت منقطع و يوجد صوت أستاذ أنا أعلم الإجابة. طيب في صوت مرتفع بس لو أحد عنده بجانب الشيء يخفض الصوت. أستاذ أنا أعلم الإجابة. طب أعطي فرصة لعبد الرحمن ونرجع لك إن شاء الله. تفضل عبد الرحمن ماذا اخترت؟ لا تلعب يا معاذ، الدور فيك بعد عبد الرحمن يا معاذ، أنت بدأنا بك ونرجع إليك أيضا. أحمد ماذا اخترتها هنا؟
كل عام وأنتم بخير. عبد الرحمن، لماذا؟ أين الثلاث كلمات المبنية؟ تفضل. بس يا عم، بس يا باب، زعلان ليه؟ بس عشان تاخد درسك وبعدين تنام. يا عبد الرحمن، نعم، كل، يا شباب، هل كل هذه من الأسماء السبعة؟ ضمير؟ لا. اسم إشارة؟ لا. اسم موصول؟ لا. اسم شرط؟ اسم استفهام؟ اسم فعل؟ ظرف؟ لا. فكل ليست معربة. كل، كل، كلا، تحفظون القرآن. طيب، فكل ليس مبنيا. عام، عاما، عام، هذا ليس مبنيا. أنتم هذا مبني لأن هذا ضمير. بخير، خير، هذا مجرور بحرف الجر والحرف مبني. طيب، سألنا أحمد. طيب حفصة، عندك شيء؟ تفضلي. وحضرتك سألتش أحمد. سألت والله. لا، يبقى أنا اللي اتلخبطت، ما سمعتش. طيب. لا، هو أحمد قال أكرمة فعل ماضي، والتاء ضمير مبني برضو، وهذا اسم الشهر. خذ لك يا أحمد هذا، شوف القلب هذا، شوف مستبعد لك، شوف 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 هذا، شكرا، هذا لا يخرج لأي أحد، هذا القلب. يا علي، يا علي، شوف أكرمة، بس هذا فعل ماضي، والتاء هنا يا شباب، يا من درستم علامات الفعل، هذه التاء هنا قلنا تاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير. يا حفصة، تاء الفاعل ضمير، ليس أكرمت، أكرمت، لو كان أكرمت تاء التأنيث حرف، لا، لكن هنا أكرم فعل ماضي، التاء أكرمت، هذه التاء ضمير مبني يا عبد الرحمن. هذا الثالث اسم إشارة مبني. فالآن الثلاثة، وقلت لكم ممكن أقول رقم ثلاثة أيضا صحيح. الباء حرف جر مبني، طيب، الواو حرف مبني، طيب، وملك، لا، هم اسم مبني أيضا، ممكن ثلاثة صح. طيب، صح ولا لا؟ يلا، فهمتم هذا يا شباب ولا لا؟ نعم. من تعلم النحو يعني إيه؟ يتفتح ذهنه إن شاء الله. طيب، ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. الجملة الأولى، تفضل يا علي، اقرأ وأجب. البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال، صح؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال. طيب، صح. عبد الرحمن. حسنا. باء. البناء يدخل إلا الأسماء والحروف، خطأ، والأفعال، فعل الأمر والماضي والمضارع بشرط. طيب، جيم، معاذ. حفصة، تفضلي. نعم. الأسماء بعضها معرب لا لا جيم معذرة معاذ، ما أدري لماذا تخرج وتدخل يا معاذ. تفضلي. الإعراب يدخل الأفعال مطلقا. لا يدخل الأفعال مطلقا، صح. لأنه الإعراب يدخل على الفعل على الفعل المضارع. طيب، إذا هذا صح ولا خطأ؟ خطأ. طيب، صحيح يا شباب. دال أحمد، الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني. لا، الإعراب لا يدخل مطلقا، أفهمه. دال صح. صح، طيب، جميل. أشكرك يا أحمد. أشكرك يا حفصة، أنا أحب هذه الأسئلة. لا تفهمي
الإعراب لا يدخل الأفعال. السؤال: الإعراب يدخل الأفعال ولا لا يدخل الأفعال؟ يدخل طيب لكن ليس جميعه. طيب هو يقول هنا لا يدخل الإعراب، الإعراب لا يدخل الأفعال المطلقة، لا يدخل أبدا يعني. طيب لو ممكن، لو وضعنا مكان الأفعال هنا الحروف تكون الإجابة صحيحة. الإعراب لا يدخل الحروف مطلقة، لا يدخل مطلقة. طيب لكن هنا لا، يدخل الإعراب، يدخل الأفعال، فعل المضارع، صح ولا لا؟ طيب نريد من يقرأ لنا الفقرة قراءة صحيحة فصيحة. تفضل يا علي، أول من رفع يده، تفضل. منذ إبريل عام ألف لا ألف تابع، هو عليك إبريل همزة فوق هنا. طيب إبريل القراءة، بارك الله فيك. 1948 مم. منذ أبريل عام 1948 ميلاديا من القرن الماضي، والأزهر الشريف يعقد المؤتمرات تلو المؤتمرات عن تلو المؤتمرات عن فلسطين والمسجد الأقصى. وقد تتابعت هذه المؤتمرات حتى بلغت 11 مؤتمرا ما بين 1948 ميلادية إلى 1988 ميلادية، وحضرها أساطين. أساطين، ما معنى أساطين؟ أساطين يعني كبار يعني. وحضرها أساطين العلماء والمفكرين من إفريقيا، أفريقيا وآسيا وأوروبا. وكانت هذه المؤتمرات في كل مرة تعبر عن رفض العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وتدنيس المسجد الأقصى، وانتهاك حرماته بالحفريات والأنفاق والمذابح الدامية في ساحاته الشريفة. نعم، شكرا. شوفي علي هنا في أساطين، يقول هنا أساطين العلم والأدب الثقات المبرزون فيه، وهم أساطين الزمان حكماؤه وأفراده. مفرده أسطون، معرب، والفارسية منه أستون بالتاء. طيب أستون يعني في الفارسية أستون، في العربية عربت، يعني عربت يعني حصل لها تغيير لتوافق العربية، صارت أسطون وجمعه أساطين. فتقول علي أسطون من أساطين اللغة العربية إن شاء الله. طب طيب لما لا يقول من حضرها كبراء أو كبار هذه لغة غنية يا شيخ، بدل ما يقول يعني كلمة هذه لغة معربة، يعني غنية كلمة تتصرف، عربية عربية تستعمل هذه الكلمة مرة وهذه الكلمة مرة. يعني أقصد يعني لما لا يقول كلمة عربية أصلا، ليست كلمة معربة لا مثلا. هذه معربة يا شيخ، يعني خلاص صارت عربية، أدخلناها، غيرناها أولا وهيأناها ثم قبلناها. هذه العربية ليست دخيلة، فرق بين العربي والدخيل. وبهذه المناسبة، لما في المعجم في الطبعة القديمة غير الجديدة، المعرب يبين لك أنه معرب، ويكتبون في الرموز التي بينت في بداية المعجم هنا ميم عين، يعني هذا معرب. أما الذي دخل كما هو العربية يسمى دخيل، ويضعون في آخره رمز دال، يعني دخيل. يعني الآن كلمة أستاذ عربية ولا غير عربية؟ عربي عربي. طيب هل تعلم أن أستاذ معربة ليست عربية؟ يعني معربة من أي لغة؟ من الفارسية، كان اسمها أستاذ بالدال. طيب والأصل الأصل أستاذ، تلاقي أو استفادة العربية من الفارسية قديم، هذا قبل نزول القرآن. هذه قضية أخرى إن شاء الله تكبرون بس قليلا وتدرسون هذه الأشياء إن شاء الله. يعني الفارسية لغة أكبر أو أكبر من العربية أو كده؟ معاذ الله أن يكون كذلك، لا توجد لغة أكبر من العربية،
لا توجد لغة تستطيع أن تتحمل قوة معاني القرآن إلا العربية، ولذلك أنزل القرآن بها. شرف لها. أين الفارسية يا رجل؟ أين الثرى من الثريا؟ نعم. لكن لا، هذا لا ينفي الاستفادة من الفارسية وأخذ بعض الكلمات من الفارسية التي عربت، يعني كلمة نموذج، وأنت عندما تقرأ في المعجم تجد هذا كان أصله فارسية، نموذج، نموذج هكذا. كلمة طازج كان أصله في الفارسية تازح بالتاء. طيب نعم، لا اللغات تتلاقح وتتلاقى. نعم، هذا بخلاف السرقات. طبعا العبرية سارقة، لغة سارقة تسرق من العربية، لأن أصلا كانت لغة قد ماتت العبرية. طيب فلما حاول اللقطاء إحياءها لم يجدوا بعض الكلمات، فماذا فعلوا؟ يسرقون من جارتهم العربية. هذا شيء آخر. أيضا في الإنجليزية دخلها بعض الكلمات من العربية. كلمة سكر تعرفون أنها في الإنجليزية شوغر، سكر، شوغر، قطن، هم يقولون قطن، هو قطن. طيب من درس، من يدرس منكم بعد ذلك الفرنسية، كلمة أشتري هي أشتي في الفرنسية، أشتي أشتري يعني. طيب وكلمات كثيرة جدا، الذي يدرس اللغات يعرف هذا جيدا. طيب استخرج من العبارات السابقة ما يلي: ثلاث كلمات مبنية. تفضل يا عبد الرحمن. حسنا حسنا. منذ. طيب هذا اسم وهو من الظروف، لابد أن تبين هذا اسم أو فعل أو حرف. اسم من أي نوع الأسماء المبنية؟ ظرف. طيب من اسم أو فعل أو حرف؟ حرف. 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 خلاص بعد ذلك. و حر غير محسوب هذا، شوف غيره مثلا. كانت. ما نوع الكلمة؟ اسم فعل. ما اسم فعل؟ اسم لا 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 كان اسم فعل. اسم ناسخ. كان اسم. كان فعل يا عبد الرحمن. كان فعل. لا. كان ماضي. كان فعل ماضي. طيب شكرا يا عبد الرحمن. من يزيد لنا بعض الكلمات المبنية؟ تفضل يا حفص. هؤلاء. هؤلاء في أي سطر هذه؟ نعم. أي سطر؟ نريد من هذه الفقرة. عن. طيب غير عن. في. غير في. خلاص هذا المعروف هذه. على. على. طيب غيره. تتابع. تتابع. ماضي. تتابع. وقد حرف. هذه اسم إشارة. حتى حرف. أحد عشر هذا مبني. الهاء في حرماته. أحد عشر مبني. بين ظرف وما. طيب حضرها ضمير. طيب وإن هذه في عن. طيب على.
الهاء الهاء في في حرمته. حرمته. شكرا. الباء في بالحرفيات. نعم شكرا. طيب بعد ذلك اسما يعرب مفعولا به يا أحمد. المؤتمرات. يعقد المؤتمرات. المؤتمرات. طيب شكرا جميل. علامة نصب الكسر. علامة نصب الكسر. مؤنث سالم. طيب فعلا ماضيا نبين نوع بنائه. فعلا ماضيا يا علي. تتابع. تتابع. طيب ما نوع بنائه هذا؟ مبني عليه. مبني. وانت تتابع. في السطر الثاني. طيب. تتابعت. طيب. مبني مبني على الألف الفتح. طيب الاتصال الثاني مبني على الفتح. طيب يا بس. مركبا إضافيا يا حفصة. مركب إضافي. الأقصى. لا كيف إضافي ويكون في المضاف ألف ولام؟ لا ما يقبل. سيكون مسجد الأقصى. لا لو كان مضافا مضافا إليه. لا العدوان. رفض العدوان أو العدوان الصهيوني. لا لا ليس العدوان الصهيوني. رفض العدوان. عفوا رفض العدوان. جميل. طيب وفي انتهاك حرمات. انتهاك حرماته. طيب جميل. وانتهاك حرماته صح. انتهاك حرماته. طيب جميل. فعلا يدل على المستقبل. فعلا يدل على المستقبل. حفصة. فعل يدل على المستقبل. يدل على المستقبل. تدنيس. لا يعقد. كيف لا على المستقبل يعقد. لماذا قلنا يدل على المستقبل هنا؟ هذا مضارع. كل الأمر. فعل يدل على المستقبل يا شباب. وحضرتك مش موافق على يعقد؟ لا يمكن أن نوافق بس نبين لماذا. لماذا يدل على المستقبل؟ وضعت فوق. تمام. الأصل في الموضوع هي مترددة يعني؟ الحال والمستقبل. طيب ايوه مضارع بيدل على الحال والمستقبل بس هي مش فاكره. لا هي قالت بس يعني الان يعني هو منذ عام منذ ابريل كذا كذا من القرن الماضي والازهر يعقد. طيب فهذا يعقد. يعقد مثل لا يشرح. هذا مضارع يدل على الحال والاستقبال. اريد لو في فعل اخر يكون اوضح. نعم ما في خلاص. تدنيس. لا تدنيس يا حفصة. لا ليس فعلا أصلا. ده اسم. اسم. دنس تدنيسا. هل أحد عنده إجابة أخرى؟ غير يعقد. أيضا تعبر. تعبر مضارع. طيب طيب لا بأس بذلك. اسما مجرورا بالمضاف يا معاذ. إضافة. نعم. اسما مجرورا بالمضاف. اسما مجرورا بالمضاف. يعني هات مضاف إليه يعني. يعني جرب الإضافة. مجرور بالإضافة بالمضاف. مضافا إليه منذ إبريل. الماضي. لا الماضي. لا الماضي ليس. أنا أعلم. تفضلي عليه.
المسجد الأقصى. أين يعني عن الأقصى؟ فلسطين والمسجد الأقصى. الأقصى؟ لا، الأقصى هنا ليس، المسجد لا رفض العدوان. الشريف يا لا أستاذ يا الشريف. حفصة، أنت وضعت خطا تحت المسجد هنا، تدنيس المسجد. طيب هذا مجرم بالمضارع. الشريف يا أستاذ لا الشريف. لا يا صاحبي، لا، الشريف وين الشريف؟ هو الشريف الأزهر الشريف. لا، والأزهر الشريف، وأنت تقول هذا، يعني الأزهر الشريف، كيف يكون الشريف ويكون مجرورا بالمضارع؟ لا المؤتمرات في تلو المؤتمرات، تمام؟ تلو المؤتمرات، نعم صحيح، وقلنا قبل كده انتهاك حرماته. انتهاك حرماته، نعم حرماتي، نعم شكرا لكم. طيب اسما مضمرا يا عبد الرحمن، لا أسمع صوتك. ضمير يا عبد الرحمن، وين عبد الرحمن؟ ما سمعنا؟ خرج يا أستاذ. طيب تفضل يا علي. ضمير الهاء في أين كانت؟ في حرماتي، الهاء في حرماته، وكان هناك واحدة أخرى كانت أين؟ أصلا تتابعت هذه، وحضر أيوة حضرها، نعم الهاء في حضرها، حضرها. حضرها طيب جزاكم الله. اسم مظهرا، مظهر الأراضي الأزهر الأزهر. الشريف، القرن الماضي، نعم. طيب أحسنتم وجزاكم الله خيرا. هنا ما البناء وعلى ما يدخل؟ مثل لما تقول. ما البناء يا حفصة؟ ما البناء؟ تعريفه يعني نعم، البناء لزوم يتغير، آخر الكلمة. لزوم آخر لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. مع اختلاف ال لغير عامل ولا اعتلال، أو احفظوا هذا، احفظوا هذا، بارك الله فيك. هنا شوف، هنا البناء، البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال، صح، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال. أنا أحفظ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. طيب على ما يدخل البناء، ندخل على الاسم والفعل والحرف. طيب على هكذا بس، يصح اسم الفعل والحرف بتفصيل. على أي اسم؟ الاسم والفعل والمضارع. الاسم على الاسم، إلا على الأسماء السبعة. طيب نسأل كل الأسماء على أصناف معينة من الاسم، هي الضمير، اسم الإشارة، اسم الموصول، اسم الاستفهام، اسم الشرط، اسم الفعل، بعض الضمائر، الأعداد من 11 إلى 19، الأعداد المركبة. طيب الفعل يدخل على الفعل الماضي دائما، والفعل الأمر أو فعل الأمر دائما، والفعل المضارع بشرط أن يتصل بآخره نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة. مثل لما تقول، يلا أعطينا أمثلة. هكذا هكذا تكون الإجابة، بارك الله فيكم. طيب أعرف. طيب أعرب، كنا نريد عبد الرحمن معنا لعله يسمع التسجيل إن شاء الله. نبدأ بقول، تفضل يا علي. قل فعل أمر مبني على السكون. طيب يعني قل، هل هذا فعل أمر؟ خلينا نكتب أحسن. طيب فعل أمر مبني على السكون،
إذا قلت فعل فلا بد للفعل من أي الفاعل ضمير مستد الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الفاعل ضمير مستتر تقديره أراك مترددا. الفاعل لا ضمير مستتر تقديره أنت. من أنت؟ الخطاب لمن يعني هنا؟ لسنة حصان. لمن؟ قل هو الله أحد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. هو؟ قلنا قبل ذلك يا حفصة احضري ما انتبهي معنا هنا. قلنا أن كل هذا فعل صح؟ والفاعل كذا. وكل لابد لا مفعول به. ومفعول به هنا جملة القول. طيب. جملة القول هنا ما هي يا حفصة؟ أو مقول القول؟ قل هو الله أحد. مقول القول إيش؟ هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. طيب هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. هذه جملة مقول القول في محل إيش؟ في محل مفعول به. ما أنا محل ناصب مفعول به. طيب. هو. هو. طيب. هو ضمير ضمير غائب مبني على الفتح. الله. ضمير ضمير غائب او ضمير مبني مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل مبني على الفتح في محل رفع. طيب نعم اي في محل رفع. الله الله ماذا في محل رفع ماذا؟ اي في محل رفع خبر. لا مبتدا. في محل رفع مبتدا. طبعا هذا هنا هذا الضمير يعني فيه كلام وفيه خلاف. طيب لكن في اكثر كتب الاعراب تقول ان هو هنا ضمير الشأن مبني في محل رفع مبتدا. لان هناك من يقول يا حفصة ان الجملة قل الله احد ويكون الله مبتدأ وأحد خبر. طيب لكن لو قلنا هو مبتدأ سيكون الله لفظ الجلالة والخبر. يعني الله لفظ الجلالة خبر خبر مرفوع مرفوع على مترفع الضم. طيب وهذا أسهل هذا أسهل لكم. طيب وأحد أحد خبر ثاني. خبر ثاني لماذا؟ لأي شيء؟ الهاء. يعني هنا هل نعرب أحد نعت ولا لماذا قلنا خبر ثاني؟ خبر ثاني للمبتدأ الثاني اللي هو الهاء في اسم الجلالة الله. وين المبتدأ الأول طيب؟ ما هو نفسه. المبتدأ الأول هو. والمبتدأ الثاني وين؟ أين هو؟ الهاء في كلمة الله. لا يا رجل يا الله كلمة واحدة. لا لا ما أدري بعض المعربين قال إن كلمة أحد نعت. خلينا نشوف بعضهم يقول إن أحد نعت أو خبر المبتدأ الثاني. خبر المبتدأ الثاني بعضهم يقول إن لفظ الجلالة مبتدأ ثاني. يعني تكون جملة الله أحد جملة اسمية مبتدأ أول ومبتدأ مبتدأ وخبر. يعني شوف الآن يا علي إما أن كلمة أحد يعني هنا الله سيكون هذا مبتدأ ثاني وأحد أحد هنا خبر ثان أو أن طبعا هنا مبتدأ أول هذا مبتدأ أول والله أحد هذا مبتدأ كله وهو خبر لي هو. طيب أو نقول إن هو مبتدأ والله خبرها وأحد سنقول هنا نعت لها. هذه أيضا من وجوه الإعراب التي وردت. طيب في إعراب الله الصمد قالوا الله لفظ الجلالة مبتدأ والصمد
خبر. طيب الصمت يعني مبتدا وخبر. كنا بس طبعا في من أعرب الله أحد، وأن هذه طبعا هذه الجملة ستكون جملة يعني هي الخبر لكلمة هو، ممكن يقول أين الضمير، يعني ممكن يقول أين الضمير، لكن هذا من وجوه الإعراب التي وردت في إعراب القرآن. واضح هذا؟ نعم. يعني كلمة أحد ما إعرابها يا حفصة؟ إما أن نعربها نعت، نعت للفظ الجلالة، وإما أن نعربها خبر ثاني للفظ الجلالة الذي هو مبتدأ. واضح؟ وأيضا لفظ الجلالة تعرب خبر أو مبتدأ ثاني. كل هذا وارد وكله صحيح إن شاء الله تعالى. واضح إعراب هذا ولا لا؟ نعم.